والله شيء كثير مختلف للأفضل، ما يحتاج يعني لواء، دائما تسعى للأفضل. ناوي على مركز، على مشاركة؟ بس السلامة أهم شيء، ومشارك إن شاء الله كل شيء بأمان. يعني السنة الكثير من الأمور تغيرت في المهرجان، كل شيء متغير، يعني ما يحتاج تعنا للأماكن البعيدة، كل شيء عندك. من متى تجهزون للسباق هذا؟ قبل 3 شهور تقريبا. كيف المعنوية؟ والله الحمد لله طيبة. والأجواء؟ أجواء طيبة طيبة طيبة، يعني أفضل أجواء جينا فيها، براد وكذا. والمنافسة؟ منافسة بإذن الله قوية قوية، نسأل السلامة للجميع ما شاء الله. ناوي على مركز؟ ناوي على مشاركة؟ إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. شو رأيك بالمهرجان السنة؟ والله كل سنة أفضل من السنة اللي قبلها، فرق واجد، الله يوفقنا وياهم. شو مجهز؟ والله موتر سترو كارت والنات، شغل كراجل مبتكر، مش بي ما شاء الله، يمكن حدود 10 سيارات كلها داخل الجراج، داخل السباق نفس الجراج ما شاء الله. طبعا الكباتن تختلف، ما هي بملك الجراج، كلها كل واحد لحاله. شو التكتيك؟ انا اشوفك مركز. والله انا اضرب السيارات عشان اعرف وش الاماكن اللي اضرب فيها. كابتن علي صح، انطلاقه مميزه واستعراض رملي مميز من الكابتن علي بكر البكر من المملكة العربية السعودية ومنافسات الاستعراض الرملي. الله عليه، تركيز 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 وتخطيط في نفس الوقت، كل شيء. شو الأجواء؟ والله زينة الحمد لله. في تكنيك قاعد تخطط له انت؟ ايه والله لازم تحدد المكان اللي بتدوس فيه، المكان اللي بتبدأ فيه. وين حددت؟ والله نقول يمين، نشوف الحين يمين، عيد يمكن اغير والله شيء. اشوف الاولى كيف كانت؟ والله الحمد لله كانت قويه. مهرجان السنه شو رايك فيه؟ والله ما شاء الله اشتغلته وابدعته. شو مجهز بالسياره؟ والله مجهز شغل عدل. قول لي شو الشغل العدل بنعرف. ماكينه الاس 3 عليها توين توربو توينات بروزيشن. رقم مركز ولا مشاركه؟ لا اكيد مركز ان شاء الله. شو الأجواء في المهرجان السنة؟ فول إن شاء الله، الله يعطيهم العافية. كيف كانت الضربة الأولى؟ والله نحمد الله ونشكره. الضربة الثانية تعطلنا وعالجنا الخطأ اللي عندنا، وإن شاء الله بنكمل. تنافس قوي إن شاء الله. شو المشاركة السنة؟ والله طيبة الصراحة، خاصة على الترتيب السنة صراحة جبار. منافسة حلوة وطيبة. قاعد تراقب التل شو؟ يمين يسار ولا؟ لا نحن يمين. وين الضربة؟ يمين نحن. شباب يغيرون يسار، نحن يمين. ناوي تحقق رقم السنة؟ إن شاء الله. ولا مشاركة؟ لا إن شاء الله نحقق رقم. شو مجهز في السيارة؟ والله وايد جهزنا، تعبنا صراحة. متى تجهزون؟ نحن تقريبا من 4 شهور. الجاهزية؟ والله فول إن شاء الله، نسأل الله التوفيق والسلامة. منافسة قوية السنة؟ والله قوية فوق القوية، بعد كلهم وحوش ولا عليهم قصور كلهم. ناوي على رقم، على مركز؟ إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، كل واحد جاي هني ناوي على شيء. كل التوفيق والأرزاق تتوزع تراها. ماشي بقى؟ ها؟ ماشي بقى عندنا. ما عليك إن شاء الله مستعدين. وين حددت الضربة؟ والله إن شاء الله في النص. أنا سمعت حد يقول يمين وحد يقول يسار، أنت ماشي؟ يمين حد يسار، لكن كل هذا كلام، من يدخل داخل خلاص يشتغل مخه هو، يشتغل المخ الثاني. نعم. ومن يبطل كلت يشتغل المخ الثاني بعده. نعم. طلاقة مميزة، الله عليك. عبد الله سالم المنصوري من الإمارات العربية المتحدة، فئة 8 سلندر والاستعراض الرملي، إن شاء الله عليك. أنا قاعد أشوفكم مش مركزين على العرقوب. إيه حنا نأخذ أفكار من الخبرة مرة، هذا استاذنا. شو رأيك المهرجان؟ ما يحتاج، عال العال. شو الخبرة اللي خدتها؟
تعليق. شو التعليق؟ هذا تعليق 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 السيارة. تعليق السيارة زي خبرني. المنافس كيف يشوف السرعة؟ والله ما شاء الله تبارك الله الشباب كلهم مجتهدين ومشتغلين صح. داخل تاخذ مركز ولا مشاركة؟ بإذن الله. شو مجهز في السيارة؟ السوبر.